خليني أروح مع حضراتكم نتابع أيضا هذا الشأن ونذهب إلى العريش إلى زميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا شفقي، واهلا بيكي وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة. يعني لازلنا معاكم من مدينة العريش بنتابع طبعا كل يعني التطورات اللي موجودة امام معبر رفح وفي مدينة العريش. لكن تكملة لكلامك والدعم الشعبي الكبير للقيادة السياسية في يعني الاجراءات المتخذة منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الاجراءات المتخذة في دعم القضية الفلسطينية وتهدئة الاوضاع بالطبع داخل قطاع غزة. يمكن احنا لما بنتكلم هنا مع المواطنين سواء في شمال سيناء، المواطنين من شمال سيناء او حتى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين هنا في شمال سيناء، كلهم بيشيدوا بالجهود السياسيه وبما يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضيه الفلسطينيه. وده طبعا واضح جدا من خلال كل المسارات اللي اتخذتها الدوله سواء مسارات سياسيه او انسانيه. وطبعا دي بتتضح من خلال تصريحات يعني لمصدر رفيع المستوى اليوم باستكمال المفاوضات، وانه يعني في جهود مصريه متواصله للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية. وطبعا تم التأكيد مجددا على لكل الأطراف وتم التحذير مجددا بخطورة الأوضاع في حال عدم يعني الموافقة أو الوصول إلى الاتفاق السلمي. وده طبعا بيعود على الأوضاع اللي بتحصل هنا داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو مدينة رفح الفلسطينية. طبعا لازال الاحتلال الإسرائيلي بيشن الغارات الجوية على مدينة رفح الفلسطينية، وكنا النهاردة طبعا بنستمع لأصوات الضرب وطبعا الأعيرة النارية اللي بيتم يعني إطلاقها داخل رفح. كان النهاردة في ضرب نار شديد جدا، بالإضافة طب بالطبع إلى يعني ضربات الدبابات وأيضا المدفعيات داخل مدينة رفح الفلسطينية. والنهاردة كان في ضربة قوية استهدفت مخيم البرازيل في مدينة رفح الفلسطينية. وطبعا لازال المعبر من الجانب الآخر مغلق من الناحية الفلسطينية، علشان كده مفيش مرور لحركة الأفراد ولا حتى إدخال المساعدات ولا استقبال جرحى ومصابين. لكن على الجانب المصري وبوابة معبر رفح من الجانب المصري لازالت مفتوحة، وكل العاملين في المعبر بيتواجدوا بصفة يومية في ساعات العمل الطبيعية في مكتب الجوازات، مكتب الجمارك، يعني صالة السفر، كلهم موجودين تحسبا لأي يعني ظروف ممكن تحصل ويتم فتح المعابر مرة تانية. كمان سيارات الإسعاف موجودة بشكل كامل خارج معبر رفح، بالإضافة إلى يعني اصطفاف عدد كبير من شاحنات المساعدات خارج بوابة معبر رفح وأيضا هنا في مدينة العريش، لأن مصر طبعا على أتم الاستعداد لدخول المساعدات. وخلال الفترة اللي فاتت مصر دخلت عدد كبير جدا من شاحنات المساعدات، بنتكلم أنه في شهر أبريل فقط مصر استطاعت دخول أكثر من 5000 شاحنة محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. لكن للأسف دلوقتي بعد سيطرة طبعا الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطيني أو معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فالمعبر مغلق، أيضا منفذ كرم أبو سالم مغلق، ولا صحة تماما للتصريحات الجيش الإسرائيلي بأنه تم فتح المعبر لإدخال المساعدات. لم تدخل المساعدات حتى اليوم. وللأسف طبعا اللي حصل النهاردة وبيحصل بقاله يومين ده بيسبب بعض الكوارث الخاصة بحالة المجاعة الموجودة في قطاع غزة وكمان الكوارث الصحية. خلينا أقول لك كمان أن يعني في 11000 جريح ومصاب على قوائم السفر، يعني 11000 مريض المفروض أن هم يسافروا من قطاع غزة. وطبعا مصر كانت فاتحة استقبال الجرحى والمصابين على مدار اليوم. فطبعا دلوقتي تم تضييق الخناق على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فبالتالي ما فيش مرور للمصابين والجرحى. فكل دول طبعا معرضين للموت في حالة لو ما تمش طبعا معالجتهم وسفرهم من خلال المعابر المخصصة. ده غير كمان ان النهاردة الصحة الفلسطينية اعلنت انه تم توقف مركز الغسيل الكلوي الوحيد اللي موجود في مدينة رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال والهجوم اللي مستمر هناك. وكمان تم قصف مستشفى أبو يوسف النجار، فبالتالي مفيش غير مستشفى واحد وهي مستشفى الكويتي جنوب قطاع غزة هي بس اللي شغالة، وكمان يعني مش شغالة بكامل طاقتها بسبب عدم وصول الوقود لقطاع غزة. وده اللي صرحت به منظمة الصحة العالمية النهاردة، وحذرت من تفاقم الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي من وصول الوقود ومن إمدادات الوقود، وكمان في أنه عدم مرور
الأطقم الطبية أو حتى المستلزمات الطبية للمستشفيات دي علشان يتم علاج الجرحى والمصابين. فطبعا مع كل الصراع اللي موجود على الجانب الآخر، مصر لازالت تواصل الجهود السياسية الدبلوماسية للوصول لوقف إطلاق النار وتحذيرها الدائم من خطورة الأوضاع والتصعيد على الجانب الآخر. وبنؤكد كمان أن معبر رفح من الجانب المصري لازال مفتوح ولازالت كل المساعدات موجودة، ولكن يتبقى على الجانب الآخر وهو الجانب الإسرائيلي أنه يسمح بدخول هذه المساعدات. تمام، أشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش على كل هذه التفاصيل.